إن المنتحر يتورط في كبيرة أخرى وهي القنوط من رحمة الله، فإن الإياس من روح الله تعالى والقنوط من فرجه كبيرة فيها سوء ظن بالله تبارك وتعالى ونسبة ما لا يليق به عز وجل. قال الله عز وجل: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال عز وجل: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. ولا شك أن الذي يختم حياته بأن ينتحر فرارا من الابتلاءات الدنيوية ليس ممن يحسن الظن بالله. يقول الشاعر: أحسن الظن برب عودك حسنا هو بالأمس سوى أودك، إن ربا كفاك الذي كان بالأمس سيكفيك غدا. وقد دلنا الله تبارك وتعالى على الأسلحة التي نواجه بها شدائد الدنيا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تبارك وتعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والملائكة تخاطب المؤمنين في الجنة فتقول لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وقال أيضا: ومن يتصبر يصبره الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. قال: ولم تعرف؟ فقيل لها: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها مثل الموت، فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله إني لم أعرفك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول الصدمة. ودلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأدعية التي تقال في وقت الكرب والشدة، مثل دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومثل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فمثل هذا الذكر: إنا لله يعني نحن ملك لله، نحن لا نملك أنفسنا، لكن أرواحنا وديعة في أجسادنا يستردها صاحبها متى شاء. وبمناسبة هذا الذكر الاسترجاع، أذكر أن أحد كبار أساتذة الطب النفسي في مصر توفي والده، فحزن عليه حزنا شديدا وظهر عليه الجزع، فأتى لتعزيته أستاذ آخر من أصدقائه، فلما رأى حزنه وجزعه أوصاه بأن يقول: اللي يجي يجي واللي يروح يروح. وقال له: تكرر هذه العبارة كثيرا، اللي يجي يجي واللي يروح يروح. يقول: ففعل، فذهب عني الجزع واسترحت كثيرا.
فنرى هذا الأستاذ يعني قد فرح فرحا شديدا وكأنه وقف على الضالة المنشودة ووقع على الدرة المفقودة. العبارة الجميلة دي كأنها حديث مثلا، اللي يجي يجي واللي يروح يروح. فأين هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه، إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فهذا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وهذه العبارة اللي يجي يجي واللي يروح يروح هي ما يعبر عنه بالتقبل، فعندهم التقبل. أما عندنا في الوحيين الشريفين فهناك ما هو أعظم وأعلى مقاما من التقبل، وهو مقام الرضا عن الله تبارك وتعالى بالاسترجاع والرضا بقضاء الله وعدم يعني سخطه. لأن مجرد التقبل إن هذا الشيء واقع واقع ولا محالة منه، هذا يشبه سلو البهائم. أنت حينما تعاقب الدبة بالعصا أو بالصوت أو بكذا، هي لا تملك إلا الصبر، وهي لا تستطيع أن تحتسب لعدم وجود عقل عندها، لا تستطيع أن تحتسب لوجه الله إن الحمار يقول أنا أصبر ابتغاء ثواب الله في الآخرة. لا، ليس عندها من العقل ولا المعرفة ما يعني يدفعها إلى أنها تحتسب. فصبر البهائم هو يشبه من وجه هذا الذي يسمى التقبل، إن الأمر الواقع واقع ومش هيتغير، فنستسلم له، اللي يجي يجي واللي يروح يروح. أما أن تقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ففيها خير وبركة لا تنحصر. إذن فصاحب المصيبة يعلن أنه وأهله وماله مملوك لله عز وجل حقيقة، وكل ذلك عارية عنده يستردها المعير متى شاء، وتصرف العبد فيها تصرف المملوك لا تصرف المالك، فلا يباح فيه من التصرفات إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي. علمنا الشرع الشريف عند المصائب أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قالوا: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيسترجع. أيضا من ذلك أن ينظر في الدنيا إلى من هو تحته، وينظر في الدين إلى من هو فوقه، ويستحضر أن الله عز وجل إن أخذ منه شيئا فما أكثر ما أبقى، ويستحضر أيضا أن هذا أمر سار على جميع الناس، كما يقولون في كل واد بنو سعد، وتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فكل الناس مبتلون، وتلك سبيل لست فيها بأوحدي، تقول الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فكل الناس يبتلون، وإن تنوعت أشكال وأحجام هذا الابتلاء، والدنيا مهما طالت وطالت آلامها فهي أحلام لو أو كظل زائل. وهذه فائدة من فوائد العلاج الجماعي، أنه يرسل لك رسالة أنك لست وحدك، هناك من يعانون مشكلتك نفسها، وأيضا يرسل العلاج الجماعي رسالة أن الحل ممكن وأن العلاج ممكن، والدليل هو ما أراه من شركاء في هذا الفريق الذين حكوا تجاربهم وكيف أنهم تغلبوا على يعني الصعاب والشدائد. ويقول الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فمن تلمح بحر الدنيا وعلم كيف تتلقى الأمواج وكيف يصبر على مدافعة الأيام، لم يستهول نزول البلاء ولم يفرح بعادل رخاء. قال أحدهم: تجري الأمور على حكم القضاء وفي
طي الحوادث محبوب ومكروه، وربما سرني ما كنت أحذره، وربما ساءني ما كنت أرجوه. وقال الآخر: ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب. روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه بعض الناس يعزيه بموت ابنه عبد الملك، فقال عمر لكاتبه: اكتب ودقق القلم، أما بعد فإن هذا أمر كنا وطنا نفوسنا عليه، فإذا نزل بنا لم نكره والسلام. إذن ليس في الأمر مفاجآت، سبق أن أخبرنا الله تبارك وتعالى بحتمية الابتلاء في الدنيا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فقال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وهذه طبيعة الدنيا، طبعت على الأكدار وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. فقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.